كرام مشاهدي النيل للأخبار، مرحبا بكم في هذه الندوة الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية من أجل مجابهة يعني الأفكار المتطرفة وأيضا ترسيخ الهوية المصرية من خلال الخطاب الإفتائي المعتدل، وأيضا تقديم عدد من البرامج التدريبية للشباب والفتيات كلها تجابه الفكر المتطرف وأيضا تقف يعني شامخة أمام الأفكار الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار الوطن وأمن واستقرار الوطن الإسلامي. معي ومعكم لمزيد من المتابعة دكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام في مشيخة الأزهر الشريف. دكتور محمود برحب بحضرتك على شاشة قناة نيل الأخبار. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني دكتور محمود، النهاردة الندوة الأولى التي نظمتها دار الإفتاء المصرية وتحمل عنوان الفتوى وبناء الإنسان، كيف ترى هذه الندوة وأيضا يعني ما الهدف المرجو من تنظيم مثل هذه الندوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الندوة تأتي خطوة ضرورية جدا لتصحيح فكرة متعلقة بمسألة الفتوى، لأنه كثير من الناس يظن أن الفتوى هي مجرد النقل الحرفي والنصي للأحكام من الكتب، ولو كانت الفتوى واقفة عند هذا الحد فقط لكانت الكتب كافية وكانت صفحات الإنترنت كافية والفيديوهات كافية، لأنه في وسائل معاصرة كثيرة جدا قد تفيد الناس في نقل الأحكام. لكن هي المشكلة التي وقعنا فيها في الفترة الماضية أننا نقلنا من الكتب دون أن نتبين ما وراء هذه الأحكام. هذه الأحكام ربما مرتبطة بسياق زماني، سياق مكاني، بملابسات معينة، فكان هذا ينبغي أنه يكون حاضرا مع الفتوى. لذلك المشكلة الكبيرة جدا التي يقع فيها من يتكلمون بلسان الدين أحيانا أنهم ينقلون نصوصا وأحكاما واجتهادات حتى لبعض العلماء دون أن يتبينوا ما وراء هذه الاجتهادات وما وراء هذه النصوص، فتأتي هذه الفتوى لتصحح هذه الفكرة أنه ليس الأمر واقفا عند حد نقل الأحكام فحسب، وإنما ينبغي أن يكون للمفتي وظيفة تربوية توجيهية مرشدة أبعد وأعمق من كونه ناقلا للأحكام. يعني حدثنا دكتور محمود عن آلية وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل التواصل وأيضا وصول هذه يعني الفتاوى بشكل يسير ومبسط للمتلقي البسيط كي يعي يعني ما يعنيه من دينه دون الوقوع في الخطأ. احنا دايما بنأكد في نفوس الناس انه لابد ان تعتمد، اذا كنت ستلجأ الى التكنولوجيا لابد ان تعتمد على الصفحات المسؤولة، والحمد لله احنا لدينا مؤسسات مسؤولة بالفعل زي دار الافتاء المصرية ومركز الفتوى في الازهر الشريف ولجنة الفتوى الرئيسة في الجامع الازهر، كل هذه المؤسسات لها وجود على السوشيال ميديا ولها وجود على الانترنت، ففي اي وقت بدل ما تروح لصفحة مجهولة مش مضمونة الثقة فيها قليلة او ضعيفة، عندك الصفحات الرسمية للمؤسسات الوطنية الضاربة بعمق تاريخي وفقهي وعلمي تطمن لها وتقرأ منها وتعتمد عليها وتفتح باب التواصل وفي أرقام للتواصل السريعة. فإذا مفيش حجة، مفيش علة أن أنا أروح لباب تاني أو صفحة مجهولة مدام فيه الباب المضمون موجود اللي هو في الصفحات الرسمية للمؤسسات الوطنية. دائما يعني ما تقف المؤسسات الدينية الرسمية في مصر في مواجهة ومجابهة الأفكار المتطرفة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار مصر بصفة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة، كيف ترصدون في يعني المؤسسات الدينية الرسمية هذه الدعاوى وأيضا كيف تتصدون إليها؟ الحقيقة أنه مرصد الأزهر اللي هو مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية وكذلك في دار الإفتاء المصرية أيضا فيه مركز للرصد برضه، تعنى هذه المراكز برصد الأفكار المتطرفة ولها نشرات دورية وتقارير دورية بتبلغ بها المؤسسات وتعلن، أحيانا تطبع كثير منها في دور النشر وكذلك في المعارض الدولية، بتوجه وتحلل وتشرح هذه الفتاوى، لأن هذه الفتاوى غالبا تكون مغلقة أو منغلقة على الأقل، تحتاج إلى نوع من التشريح، تحتاج إلى نوع من أنه نبين الأسباب الخفية وراء هذه الفهوم السقيمة، فده موجود بفضل الله في سواء هنا في دار الإفتاء أو في مرصد الأزهر، موجود بفضل الله تقارير دورية بتشرح كل هذه الأفكار الهدامة وبتوصل تقارير دورية للمسؤولين. دكتور محمود بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. يعني مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معي كان هذا حواري مع دكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للإعلام بالأزهر الشريف، حدثنا عن كيفية مجابهة الأفكار المتطرفة وأيضا التصدي للفتاوى الهدامة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد في الندوة الأولى التي عقدتها دار الإفتاء المصرية، وأيضا حدثنا عن أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هم منارتان يتصدان لكافة الأفكار الشاذة التي من شأنها هدم المجتمع المصري. من جديد عودة إليكم زملائي الأعزاء في الاستوديو.